هناك نوع من الطغيان اسمه الطغيان في الافتراء على الآخرين، أكل حقوق الآخرين. تجد مثلا إنسان قوي يخاصم ضعيف في ماله، أو مثلا رجل يخاصم زوجته لأنه قوي متجبر وهي ضعيفة لا حجة لها ولا مالها نصير، أو قوي حجة يجادل من هو أضعف منه في عمله وهو يعلم أنه على باطل طبعا، أو متسلط يهرب من المسؤولية فتجده يفتري على الآخرين ليبري نفسه، ثم يقول من ذمتي لذمتكم. إذا وقف أمام القاضي، لأنه هذا بعض الناس مثلا تجده معه محامي جيد، أو مثلا لديه لسان ذرب يستطيع أن يتحدث ويتكلم بفصاحة، وخصم ضعيف لا حجة له ولا ما يقدر يواجه هذا الطاغية. بعض الناس ترى سبحان الله متحايل مكار يعني فاجر خصيم، وهؤلاء ذمهم الله عز وجل، ذم هذا الإنسان الذي يفجر في خصومته. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على قلبه وهو ألد الخصام، نعوذ بالله من هذه الصفة. هؤلاء الذين يعني استطاعوا أنهم ينتصروا بكلامهم، ينتصروا بواسطاتهم، يشترون الشهادات ويزورونها، ثم بعد ذلك يأتون إلى القاضي فيحكم له القاضي، يظن هو الآن أنه خلاص خلت مسؤوليته مدام القاضي حكم، خلاص من ذمة القاضي. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي انتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل أن يوجد المحامين وغيرهم، قالها وقال ماذا؟ قال إنما أنا بشر، أنه كان يقضي بين الناس عليه الصلاة والسلام، إنما أنا بشر وإنه ليأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يعني كلامه أحسن وأحكم ومضبط الأمور وضابط الشهادات وإلى آخره، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك. خلاص أنا أقضي بالظاهر، الآن القاضي ما عنه شيء. لماذا؟ لأنه يقضي بالظاهر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، والله المسألة ما هي سهلة. قال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. انتبه، هذه قطعة من النار. يقولون في بلاد الشام أنه كان هناك رجل يريد دينا من رجل، رجل يريد دينا من رجل، تمام؟ فذهب إليه وقال سددني. فقال صاحب، كان المدين كان عنده مزرعة ولم يكن يريد أن يبيعها حتى لا يخسر، قال له يا أخي انتظرني، اصبر علي شوي، أنا عندي المزرعة دي لو أنا بعتها الآن انكسرت، ولو يعني يسرت علي فأنا معسر. رفض صاحب المال وتحايل عليه وقال خلاص اكتب أو ارهن المزرعة عندي واكتبها باسمي رهن، فإذا يعني قد نعطيك فرصة سنة، إذا سددت وإلا فإني إيش أبيع المزرعة. اتفقوا، صاحب المزرعة رهن المزرعة عند صاحب الدين وأعطاها إياه، ثم بعد فترة من الزمن وقبل أن يحل وقت الدين استطاع أن يحضر المبلغ الذي لصاحب الدين، فجاءه يعني صاحب المزرعة جاء عند الذي أخذ منه المزرعة ورهنها وقال هذا مالك خذه وأعد لي مزرعتي. فضحك الرجل وقال أي مزرعة؟ قال التي رهنتها عندك على أساس ديني. قال خلاص المزرعة لي وأنا بعتها. قال طيب مالك حق تبيع، أنا ما اتفقنا أنك تبيع، أنا أريد مالي، وأنت تعرف أن المزرعة ذي تساوي أضعاف هذا الرقم الذي لك. فرفض وقال خلاص الموضوع انتهى، ورفض أن يعيد له المال ورفض أن يعيد له المزرعة. فذلك الرجل انكسر وتألم وحلاله ضاع من بين يديه، فماذا يعمل؟ ما الحل؟ لجأ إلى الله عز وجل وقال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الذي أقوله لك. الذي باع المزرعة هذا المتلص هذا ما شاء الله أخذ الأموال ونمى ثروته وزاد رزقه، وظن بذلك أنه يعني أمن من مكر الله عز وجل، وذلك المظلوم الذي أخذ ماله ازداد غمه وهمه حتى جاءه مرض القلب وكان في حالة الموت والاحتضار. ثم بعد ذلك قال لابنه وصية، قال يا بني إذا أنا مت خذوا جنازتي وضعوها أمام دكان ذلك الظالم، وأنا في الأرض ممدود عنده ناده خلوا يجيني، فإذا جاء الرجل قل أبي الميت هذا
يقول لك: لقد فررت من قاضي الدنيا، وإني أنتظرك عند قاضي الآخرة، عند الله عز وجل، عند الذي لا تخفى عليه الخوائف. فانتبهوا يا إخواني من طغيان أكل حقوق الناس، فوالله إن هذا الذي فعله هذا الرجل ما هو إلا قطعة من النار سوف يجدها أمام الله يوم القيامة. والله يعين هذا الإنسان. من الطغيان أيضا يا إخواني أكل أموال الورثة خاصة النساء. تجد سبحان الله العظيم يعني ينزل يموت الأب ثم بعد ذلك يكون هناك إرث، فتجد الأولاد عندهم مثلا أخوات متزوجات أو كذا، فيقولون كيف نعطي حلالنا لزوج فلانة؟ وما هو لزوج فلانة، هو لأختكم، هذه لها نصيب مثل مالكم. فتجدهم سبحان الله العظيم يمنعون حقها من الإرث، وقد تكون محتاجة، قد تكون فعلا تريد هذا المال ولم تعطيه إياه من طيب نفس، أو أحيانا أسكتت عن حقها لأنها تستحي، تخجل، تخاف أنها يعني تقطع رحمها، عندها إخوان طغاة. فهذا الذي يتسلط على أموال الورثة، في آيات الورثة انتبهوا فيه خاتمة عجيبة جدا يختمها الله عز وجل في آيات الورثة. ما هي؟ في كل نهاية آية يختمها الله عز وجل باسم العليم أو بصفة العلم. فمثلا فريضة من الله: إن الله كان عليما حكيما. في الآية الثانية: وصية من الله: والله إيش؟ عليم حليم. وفي الآية الثالثة: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء ماذا؟ عليم. فكثير من أكلة المواريث يصيبهم الجشع والطمع ويجحدون حق إخوانهم، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى عليم بتصرفهم هذا، وأن المظلومة هذه لها رب يوم القيامة شاهد على ما فعلوه وسينصفها يوم القيامة. فاتقوا الله في أموال الأيتام، هذه يتيمة وأنت أكلت مالها، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. انتبهوا من الطغيان بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني حذر من المال وفتنته، فقال: ما ذئبان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا بارك الله فيكم من أخذ أموال الناس. من الطغيان أيها الإخوة العون في ظلم الآخرين. يعني مثلا نعود إلى المثال الذي ذكرناه سابقا، إخوان عندهم أخت أو أختين، زين، أو قد يكون عندهم إخوة من 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 أبيهم من أم ثانية لكنهم ضعوف وصغار، فتجد المتسلط أو الكبير يحكم بما يراه ويظلم حقوق الناس. طيب والأخوة البقية؟ يقول: إحنا ما لنا دخل، هذا أخونا الكبير ويتصرف. لا يا حبيبي، إعانة الظالم في ظلمه من الظلم، ولذلك هذا من الطغيان، أن تعين الظالم، أن تعين الظالم على ظلمه. فتجد سبحان الله العظيم يظنون بذلك أنهم يسلمون، وهذا غلط. ماذا يعني؟ شوفوا من حالة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. أعيد: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. هذا قس عليه هذا الأخ الذي يرى الظلم ولا يقف معه، موظف يرى ظلم المدير على موظف آخر فيسكت عن الحق ولا يقف مع المظلوم، أو يطلب للشهادة فيرفض. إن أيا كان الصور كثيرة ولا تخفاكم، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم. يعني يوم القيامة ترى ما في سداد فلوس، فليس دينار ولا درهم، ولكن الحسنات والسيئات. ثم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ومن خاصم في باطل وهو يعلم. انتبه، العقاب ترى مو بس في الآخرة بل حتى في الدنيا. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. الله، تخيل إنسان يعيش 50 سنة 60 سنة بعد ظلمه لأحد العباد، أو بعد مثلا أن يعني يطرده من عمله، أو يأكل ماله بالباطل، أو يؤذي هذه الوريثة، أو يظلم الزوج أي ظلم كان، ويعيش وقد أخذ حقوق الناس في فرع في ترف. هذا كل عمره هو يعيش في سخط الله، لم يزل في سخط الله بشرط واحد. ماذا قال؟ قال: حتى ينزع،
حتى إيش؟ حتى ينزع، إلا إذا تحلل من هذا الأمر يرتفع عنه سخط الله. الحين بعض الناس يقول يا أخي أنا أدعي ولا يستجيب الله لي، ليش؟ فتش فتش، يمكن أنك أنت تقوم تدعي وفي واحد آخر ظلمته أنت يوما ما أقوى منك دعاء، ودعاءه يصل ويحجب دعائك الذي ترفعه إلى الله. فتشوا في أنفسكم يا أخواني، انتبه، بارك الله فيكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في إكمال الحديث: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، يعني أنت قلت إن هذا ظالم وهو ليس بظالم مثلا، أو تقول هذا يريد أن يأخذ مال ليس له، فمعنى هذا خيانة الأمانة وهو ليس بصحيح. من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس، متى؟ يوم القيامة، في ردغة الخبال. ما هي ردغة الخبال يا أحبابي؟ هي صديد أهل النار الذي يخرج من الذين في النار، يجتمع في مستنقع كبير، هذا المستنقع اسمه ردغة الخبال، يحبس فيه يعني يغمس فيه حتى يأتي بالمخرج مما قال، يعني يتحلل مما قال، اثبت ان هذا فعلا ظالم او ان هذا كافر او ان هذا فيه ما فيه، انت وصفته بصفات ليست فيه، اثبت. واني ترى حرمة المؤمن عظيمة عند الله عز وجل، يجب ان ننتبه، بارك الله فيكم. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر، والألباني ذكره في السلسلة الصحيحة، إسناده صحيح وأخرجه أبو داود. أيضا يا إخواني، من الطغيان طغيان الإنسان باستمراء الذنوب، التمرد على الله، تجد سبحان الله العظيم يسمع آيات الله تتلى عليه فيصر مستكبرا كأن لم يسمعها، تأتيه العبر والعظات فلا يلتفت، يسمع كل يوم المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وتجده ولا يعترف أصلا في الصلاة، يجد سبحان الله العظيم من ذنب إلى ذنب إلى ذنب، والله يقول له ونخوفهم 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 فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، تجده أحيانا يخسر في ماله فيذهب ليرابي لكي يعيد المال، يا أخي الله سلب منك المال عشان ينبهك، فتأتي بمصيبة أكبر من أجل أن تعيش على الظلم. انتبهوا يا إخواني، لازم إحنا ننتبه لأنفسنا. الإنسان عندما يستمرئ الذنب يختم الله على قلبه، تدريش معنى يختم الله على قلبه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الذنوب تعرض على القلوب كالعود حصيرا، كالحصيرة يعني فيها عود 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 عود، كذلك الذنوب نقطة 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 نقطة، كل ذنب نقطة سوداء، إذا لم تتبع السيئة بحسنة عشان تمسحها تستمر النقطة السوداء، فتجد نقطة سوداء على نقطة سوداء، تذهب هذه بالتوبة، فإذا لم يتب استمرت الذنوب واستمرت الذنوب واستمر السواد حتى يصبح القلب كالغربال، يعني أسود، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال كالكوز مجخي، يعني شفت الكاس إذا قلبته لا يمكن أبدا أن يصل إليه الماء، كذلك بعض القلوب لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، فيختم الله على قلبه. إذا ختم الله على قلبه يلا راح دور أحد يفتح على قلبه. شوف الآية هذه احفظوها وانتبهوا لها: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو لم يسجد لصنم، لا، هو قدم مراده على مراد الله، صلى ما راح أصلي، هذا حرام لا أباكله، هذا ما يجوز لا سأفعله، خلاص أصبح هواه هو المقدم على الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، خلاص الآن الله إذا كره من العبد الطاعة ختم على القلب، من يقلب القلوب إلا الله عز وجل، ختم على سمعه، فتجده لا ولا يعني ما يزدري أصلا ولا يستمع لكلام الله ولا للمواعظ، وكم من خطيب وكم من آية تقرأ ولا يهتم، وقلبه ختم أيضا على سمعه وقلبه، تمام، وجعل على بصره غشاوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني هو يدري أنه ضال لكنه مستمر معاند، شو هنا في فرق بين الجاهل وبين المعاند، لذلك خص الله عز وجل وقال على علم، يعني هو يدري أن هذا غلط ومستمر معاند، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، خلاص ما يرى، يعني لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، نعوذ بالله، إنهم كالأنعام بل هم أضل، أعوذ بالله. يقول تعالى: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر.